المدرسة اللي الحلم ديال أي واحد يقرأ فيها ولا يقري فيها ولاده كاينة دابا في الواقع وفي المغرب. من ديما كان الحلم ديالي نلقى مدرسة جامعة بين القراية والمتعة، يكون فيها بيسين، فيها تيرانات، فيها مكتبة، مطعم، جامع، نقدر نقرأ فيها الماط والفيزيك كيف ما نقدر نقرأ فيها على المقاولة والمهنة اللي بغيت ندير في المستقبل. المدرسة اللي فاش نكون كنقرأ الشيمي تجارب يدارو قدام عيني ونعيشهم، ماشي غير نبقى نقرأ. إلا قلت ليك هاد المرة ما كندويش غير مع أولى وثانية باك، كيف ما كان المستوى الدراسي ديالك ليسي كوليج بريمير وفيها حتى الماتيرنيل، راه تقدر تدوز احسن فترات الدراسه ديالك وتقرا بطريقه صحيحه اللي عمرك غتمل منها. فيوتشر ميكرز مدرسه جات بالضبط في مكناس، ويا ريت كون كانت في كاع المدن، حيت هاد المدرسه خرجات على النظام التقليدي واعتبرت لي زاكتيفيتي اللي كيديروا مدارس اخرى غير مره في شحال مواد اساسيه عندها كيعيشهم اي تلميذ. وحتى الا كنتي اب ولا ام، هذا هو المكان الصحيح اللي تقدر تحط فيه ولادك وانت مرتاح، حيت غتشوف بعينيك التطور السريع اللي غيطرى لولدك، لا من ناحيه التربيه ولا من ناحيه التعليم. باقي طفل، باقي صغير، كيكونوا معاهم مرشدين اللي كيخدموا معاه كل واحد بوحده باش طفلك ما يضيعش ويكتسب ما امكن من التجارب اللي غتخليه يطور من راسه وهو باقي صغير. غنخلي لكم الباج ديالهم اللي انا متاكده ملي غادي تشوفوا لي فيديو اللي حاطين فيها غتعشقوا لو ستيل القرايه ديالهم. وما كرهتش اي واحد من مكناس ما يضيعش مدرسه بحال هذه اللي جايه لنا من المستقبل.